السلام عليكم يا شباب، أهلا بكم في محاضرتنا في مادة ديجيتال لوجيك ديزاين، تصميم المنطق الرقمي. هنكمل النهاردة إن شاء الله الجزء الخاص بالسويتشنج الجبرا أو البولين الجبرا زي ما بنريفير له، وكمان هنتكلم عن الكومبيناشنال سيركت أناليسيز والكومبيناشنال سيركت ديزاين السينثيسيس. أوكي؟ اوكي طيب، تعالى نقول introduction. هيبقى عندنا نوعين من اللوجيك ديزاين او من اللوجيك سيركتس. النوع الاول اسمه combinational logic circuit، النوع الثاني اسمه sequential logic circuit، وده هناخده في اخر الكورس بتاعنا ان شاء الله. ايه الفرق بين الكومبيناشنال وبين السيكوينشال؟ قال لك الفرق ان الكومبيناشنال ده عبارة عن ان الخارج بتاعه y عند زمن t بيعتمد على الانبوت بتاعه عند نفس الزمن. يعني ايه دلوقتي يا شباب؟ بنقول له ان الاوتبوت بيتيبند اونلي اون اتس كارنت انبوت، وعلى حسب نوع الجيت، سواء مثلا اند جيت او اور جيت او ناند او نور او اكس اور او whatever، هيطلع الاوت. يبقى الخارج بيعتمد على الدخل بتاعه فقط لا غير، الدخل الحالي. امال السيكوينشال؟ لا، السيكوينشال غير. السيكوينشال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيتبند الخارج، يعني بيعتمد مش بس على الكرنت انبوت، لا ده كمان على كل الباست sequence of inputs، على كل الانبوتس السابقين. يبقى دلوقتي الخارج بتاعه عند لحظة ما بيعتمد على الدخل عند نفس اللحظة، وكمان عند اللحظات السابقة اللي هي t-1 وt-2 لحد ما اشوف هو كان بادئ عند زمن ايه بالظبط. اوكي يا شباب، ده الفرق بينهم. هنشتغل بإذن الله في معظم محاضراتنا على الكومبيناشنال لحد ما نخلص جزء كبير أوي من الحاجات اللي احنا عايزين نعمل لها كفرج في الكومبيناشنال لوجيك سيركتس، وبعد كده هنتكلم على السيكوينشال في الآخر في حوالي 3 محاضرات كده قبل ما نقفل. أوكي طيب، جميل جدا. واحنا بنشتغل مع بعض هنقول analysis وهنقول design. ايه الاناليسز؟ الاناليسز دي يا شباب ان بيبقى معايا اللوجيك سيركت وببدا احاول افهم هي بتعمل ايه بالظبط. اوكي، امال الديزاين او الكينيسايسز ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول لك اعمل دايره unknown بتعمل 1 2 3، بتعمل الاوبريشنز دي 1 2 3. حضرتك من فهمك لي اللي انا قلته الفانكشن ده هتبدا تبروبوز شكل الدايره عامل ازاي، وتتاكد ان الدايره بتعمل الوظيفه اللي انت عايزها. اوكي، وهنتناول تو اسبيكتس واحنا بنشرح باذن الله. اوكي جميل جدا. طيب تعال نقول بعض الحاجات البدائيه اللي عندنا. بنقول احنا في الباينري اي انبوت او اي فاريبل له احد قيمتين، يا يبقى قيمته بصفر يا يبقى قيمته بواحد فقط لا غير، ده الباينري سيستم. فبنقول لو الاكس بصفر يبقى اذا الاكس لا يتساوي واحد. دي مثلا هنقول عليها فاكت A1. لو نفتها أخدت لها الداش، يعني جبت النفي بتاعها، معناها إن لو الإكس بواحد معنى كده إن الإكس لا يساوي صفر. أوكي؟ طيب، يعني لو عندك رول اسمها A1 والرول دي صح، نفيها برضه صح، وده اللي إحنا هنتناوله دلوقتي. بنقول لو الإكس بصفر معنى كده إن نفيها بواحد،
هي هيها لو قلت لو الاكس بواحد معنى كده ان نفيها بصفر. القاعدة دي صح محققة والقاعدة دي كمان محققة. طيب صفر اند مع صفر بصفر. طب لو نفيتها قال لك في النفي بقلب كل صفر يبقى واحد او كل واحد يبقى صفر بس كده. قال لك لا، ولو عندك اند اوبريشن بقلبها تبقى اور اوبريشن، ولو عندك اور اوبريشن بقلبها تبقى اند اوبريشن. فلو هنجيب النفي يا شباب بتاع وهناخدها ان ديتيلز، دي قاعده اسمها دي مورجان لو قدام سنه صغيره هنقولها دلوقتي بعد تو سلايدز. تعالى نقلب دي كده، فنقول صفر يتقلب يبقى واحد، والصفر ده كمان يتقلب يبقى واحد، كان بينهم عمليه اند هتبقى اور، والصفر ده يتقلب يبقى واحد. لو القاعده دي صح يبقى القاعده دي كمان صح. معنى كده ان 0 اند مع 0 ايكوال 0 ترو تمام، او 1 اور مع 1 ايكوال 1. بالمثل 1 اند مع 1 ب1، 0 اور مع 0 0، 0 اند مع 1 هو هو 1 اند مع 0 وهي هيها 0، 1 اور مع 0 هي هيها 0 اور مع 1 هي هيها 1. اوكي اوكي جميل جدا. طيب تكملة القواعد اللي عندنا بنقول ان لو اكس اور مع صفر تساوي ايه يا شباب؟ قال لك تساوي الاكس. لو مش مصدقني حضرتك تعالى نشرح. الاكس ده له احد قيمتين، يا يبقى صفر يا يبقى واحد. اعمل له اور بقى دلوقتي مع الصفر، يبقى عندك حالتين عايز تدرسهم. الحالة الأولى صفر أور مع صفر بصفر، الحالة التانية واحد أور مع صفر بإيه يا شباب؟ زي ما انتوا لسه قايلين دلوقتي بواحد. الخارج اللي طلع لي زيرو واحد زي إيه بالظبط؟ زي الإكس. يبقى ده خلاص أوكي، ده مفيهوش مشكلة. إكس أند مع واحد بإكس، إكس أور مع واحد بواحد، إكس أند مع صفر بصفر. طب اكس اور مع اكس باكس، عايز نحلل القاعده دي. تعال هقول لك ان الاكس له احد قيمتين، يا صفر يا يبقى واحد، يا صفر يا يبقى واحد. اعمل اور بقى ما بين قيمه الاكس ونفسها. في الحاله الاولى صفر اور مع صفر بصفر، في الحاله الثانيه واحد اور مع واحد بواحد، يبقى الخارج بالظبط زي وزي مين؟ زي الاكس. وبالمثل x اند مع x بx، لو اخدت x ونفيتها مرتين فبقى نفي النفي اثبات يرجعني الاكس تاني. لو قلت x اور مع عكسها على طول القيمه دي بواحد، علشان لو الطرف ده بصفر هيبقى عكسها بواحد، وواحد اور مع اي حاجه بواحد. ولو قلت x اند مع عكسها على طول هيبقى قيمتها بصفر، علشان لو الطرف ده بواحد هيبقى معكوسه على طول بإيه؟ بصفر. صفر أند مع أي حاجة بصفر. القواعد اللي احنا بندرسها دلوقتي دي هتنفعك لو هتعمل مينيمايزيشن، هتعمل تبسيط للوجيك فانكشن باستخدام البولين الجبر أو السويتشنج الجبر. أوكي؟ طيب جميل جدا. تعال نقول إن البولين الجبرا أو السويتشنج الجبرا عملية الأور تبادلية، يعني X أور Y هي هيها Y أور X، والأند بالمثل X أند مع Y هي هيها Y أند مع X. أقدر أوزع حاجة زي كده، الأقواس بدل ما أخد القوس على أول تو تيرمز ممكن أخدهم على آخر تو تيرمز، مفيهاش مشكلة سواء في الأند أو في الأور. أقدر اوزع اقول ان مثلا لو معايا الترم ده الاكس تنضرب في الواي زائد الاكس تنضرب في الزد، او لو معايا الترم ده اقول ان ده تو تيرمز اخد منهم عامل مشترك اللي هو اكس، الترم الاولاني يتبقى منه واي زائد الترم الثاني يتبقى منه زد. اوكي يا شباب. طيب جميل جدا. بالمثل اللي هنا كمان
علشان أوصل للشكل اللي على اليمين ممكن أعملها إزاي؟ أقول اضرب القوسين في بعض، الأول في الأول x في x زائد الأول في الثاني x في z زائد الثاني في الأول x في y زائد ال y في ال z. مبدئيا ال x في x دي ب x، وممكن اخد من الثلاثة 3 terms دول ال x عامل مشترك، يتفضل لي 1 زائد z زائد y زائد yz. عشان حضرتك عارف ان واحد اور مع اي حاجة بواحد، يبقى اذا الشكل ده كله عبارة عن x زائد y مضروبة في z. اوكي يا شباب؟ اوكي. طيب covering ده اللي انا لسه قايل عليه دلوقتي من شوية، ان انا ممكن اخد من هنا الاكس عامل مشترك، يتفضل لي 1 زائد y بواحد، يعني ده اقدر اعمل له ريدكشن للاكس. هنا نفسها ممكن اعمل لها ريدكشن للاكس باني اقول اكس في اكس باكس زائد اكس في y باكس y، ارجع اخد الاكس من هنا عامل مشترك، يتفضل لي 1 زائد y يطير، يبقى 1 زائد y بواحد، يعني ده كله اقدر اعمل له ريدكشن لقيمة x. وبالمثل يا شباب الرولز دي كلها اقدر اثبتها. اوكي طيب جميل جدا. تعالى بنقول، فاكرين لما قلنا x زائد x x or x بx، ده مش كده بس، ده لو x or x or x and so on ده كله يساوي x، وزيها كمان x and x and x and x يساوي x في الآخر. يعني لو معايا كوبي من ال x أقدر أعمل multiple copies منه، سواء ordered مع بعض أو سواء ended مع بعض. أوكي الاتنين دول يكافئوا بعض. تعالى بقى دلوقتي هنتكلم على قاعدة جميلة جدا اسمها قاعدة دي مورجان هنا في رول 13. قاعدة دي مورجان دي بتقول ايه؟ بتقول يا شباب لو احنا عندنا نفي زي اللي حضرتك شايفه كده، النفي ده فوق ترم كبير زي اللي موجود ده، وعايز اوزع النفي ده على الاجزاء الداخلية، اوزعها ازاي؟ قال لك بكل بساطة كل ترم ياخد النفي بتاعه بس، وحضرتك بتنفي هتقلب الأوبريشنز، لو الأوبريشن AND تتقلب تبقى OR، لو كانت OR أوبريشن تتقلب تبقى AND أوبريشن. يعني إكس واحد داش إكس اتنين داش لحد إكس إن داش، كل إكس أخدت نصيبها من النفي، والاند اوبريشن اللي كانت هنا هتتقلب تبقى اور. وبالظبط يا شباب اللي بيحصل ان التو فورمز دول بالظبط هيبقوا مكافئين لبعض. يعني مثلا ابلكيشن لذيذه قوي لدي مورجان لو ده، انك لو رحت تشتري مثلا ناند جيت وما لقيتهاش متاحه، تقدر بدي مورجان لو انك تجيب equivalent circuit بشكل اخر تأدي نفس الوظيفة، بدل ما هي NAND لا هتبقى OR ما بين الانبوت كلها منفيين. اوكي طيب وبالمثل هنا لو الداش فوق الOR يعني NOR، هتتحول ل x1 داش x2 داش لحد xn داش، والOR اللي تحت النفي هيتحول ل AND. اوكي يا شباب طيب جميل جدا. اوكي طيب ناخد مثال، بنقول ادي عندي شكل اهو، الشكل ده هو ناند اوبريشن، هيكافئ بالظبط الشكل ده
عشان انا عملت دي مورجان لو عليه. طيب دي مورجان لو ينفع يتعمل يا شباب من المعادلة زي ما حضرتك شايف كده، بقول ده نفي كبير على ترم، على اكتر من variable، اقدر اوزعه اقول اكس داش تاخد نص اكس ياخد نصيبه يبقى اكس داش، وواي ياخد نصيبه يبقى واي داش، والاور دي الاند دي تتحول تبقى اور. وبالتالي لما رحت ارسمها كانت عبارة عن دالة اور ما بين الاكس بس وهي داخلة هتتنفي، وما بين الواي بس وهي داخلة هتتنفي. اصبح الشكل ده هو المكافئ للناند اوبريشن دي. اصبح دلوقتي حضرتك ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول انا ممكن اطبق دي مورجان لو على طول عشان اجيب المكافئ من الرسمة كمان مش من المعادلة بس. ازاي يا شباب؟ احنا قلنا ان الاند يتقلب يبقى اور، والاور يتقلب يبقى اند، وبعدين هتعمل كومبلمنت لكل من الدخل والخارج، هتعمل لها نفي. يبقى هتنفي كل من الدخل والخارج وتحول الاند اور، والاور يبقى اند. تعال بقى المكافئ لدي هتبقى عبارة عن ايه؟ بدل ما هي اند هتبقى اور. هنفي كل من الدخل، فالاكس وهو داخل هيتنفي اهو، والواي وهو داخل هيتنفي اهو، وهم في الخارج وهم في الخارج. بس خلي بالك الخارج نفسه هنا زي ما حضرتك شايف كان منفي، فحط النفي القديم بتاعه. لو تلاحظ ده ايه ده؟ نفي. النفي ايه يا شباب؟ اثبات. فحضرتك تقدر بكل بساطة تروح تمسح نفي النفي اثبات ده وتقول المكافئ هي الدائرة دي اور دخلها الاتنين منفيين. اوكي اوكي يبقى ده تطبيق دي مورجان لو بس من على الرسمة. وبالمثل هنا دي اور منفية يعني نور، هتكافئ ايه؟ هتكافئ ان الاور دي تتحول تبقى اند، هنفي كل من الدخل اهو واهو، وهم في الخارج، الخارج نفسه كمان في بقى نفي النفي اثبات، بقى ده المكافئ له. طيب جميل جدا. يبقى إذن يا شباب بنقول مثلا، تعال ناخد مثال بسيط اهو. انا عندي f of w and x and y and z. لو اديتلكوا المثال ده وبنقول ان كان يكافئ الايكويشن دي، تقدر تجيب لي الاف داش؟ قال لك اه بكل بساطه اقدر اجيب الاف داش. لو حطيت داش كبيره على دي كده وتيجي توزعها، هتوزعها ازاي يا شباب؟ هنحط داش كبير على دي كده، اجي اوزعها ال W ياخد نصيبه، هي كانت منفية بقى نفي النفي اثبات، الان ده يتقلب يبقى اور، ال X ياخد نصيبه يبقى X داش، ال اور دي تتقلب تبقى اند، وبعدين ده بقى X داش اور مع Y داش، والاور دي يتقلب يبقى اند، وبعدين ده هيبقى W داش، والاند ده يتقلب يبقى اور، بعد كده x and مع z. اصبح ده هو الاف داش باستخدام دي مورجان لو. اوكي جميل جدا. طيب standard representations of logic function. على طول لما بيبقى معانا logic function او احنا بنقدر عايزين نعمل analysis بنلجأ لحاجه اسمها truth table، جدول التحليل. truth table ده يا شباب بكل بساطة بنقول لو أنا مثلا عندي متغير واحد x احتمالياته يبقى قيمته بصفر يبقى قيمته بواحد. طب لو عندي متغيرين x و y يبقى عدد المتغيرات دلوقتي ال n هنا عدد المتغيرات كان بواحد، يبقى عدد الاحتماليات 2 أس 1 ب2 احتمالية. هنا ال n بتساوي كام يا شباب؟ 2 inputs، يبقى عدد الاحتماليات اللي انت متوقع ان ال input ممكن يبقى احد القيم دي 2 اس ال n، يبقى 2 اس 2 بكام؟ ب4، اللي هم ايه يعني؟ ال x بصفر وال y بصفر، ال x بصفر وال y بواحد،
احتمالية أخرى الـ x بواحد والـ y بصفر، احتمالية أخيرة الـ x بواحد والـ y بواحد. يبقى إيه هو الـ true stable ده يا شباب؟ هو عبارة عن علاقة ما بين الدخل واحتمالياته كلها والخارج. الخارج بكام؟ أوكي؟ طيب، جميل جدا. عندنا من الـ true stable نقدر نكتب expression لـ logic function كحاجة اسمها sum of product أو كـ product of sum. sum of product ده يا شباب ترجمته عاملة ازاي؟ sum of product مجموع، جمع، عملية جمع لشوية products، لشوية terms مضروبة في بعضها. الترم الأولاني أهو، الترم الثاني أهو، الترم ده مش مضروب في حاجة، لأ أنا ممكن أقول لك مضروب في واحد، أي حاجة مضروبة في واحد بنفسها. فالـ X أو الـ Z أو الـ Z داش أو whatever ممكن أعتبره product term itself يعني لوحدها، ما فيهاش مشكلة. طيب، يعني ممكن أكتب الـ function بتاعتي على إنه جامع ما بين شوية ترمات مضروبة في بعضها. طيب، أوكي. أو product of sums. product يعني عملية ضرب ما بين شوية أقواس فيها علامة or زي ما حضرتك شايف كده. طب واحد يقول لي ده ما فيهوش or، أقول لك لا أنا ممكن أكتبه z or مع صفر يبقى or أهو، أو ممكن أكتبه z or مع نفسه يجري حاجة. يبقى المتغير اللي لوحده أقدر أعتبره أكنه product term أو أقدر أعتبره أكنه إيه؟ sum term. أوكي يا شباب؟ طيب. هيبقى دلوقتي عندنا حاجة اسمها min term و max term، وتعالى سيبك من ال min term وال max term دلوقتي، هناخدها على مثال. بنقول مثلا إن إحنا عندنا 3 inputs. لو الـ n بـ3 يبقى عدد الاحتماليات اللي حضرتك متوقعها في جدول التحقيق في الـ true table 2 أس n، 2 أس 3 بـ8 احتماليات. 8 احتماليات أهم مرصوصين من 0 لحد 7، وعلى طول ببدأ بـ0 عشان هقول لك ليه دلوقتي. طيب، الاحتمالية الأولى إن الـ x بصفر والـ y بصفر والـ z بصفر، صفر صفر واحد، صفر واحد صفر، أنا سوقن لحد ما أوصل لإيه؟ لواحد واحد واحد. فطريقة لذيذة أوي عشان حضرتك ترص جدول التحقيق من غير ما تتعب نفسك. تروح على المتغير الأولاني ده وتقول إن قيمته بتتغير على هذا النحو، زيرو واحد زيرو واحد، زيرو واحد زيرو واحد. لحد ما تخلص العدد اللي انت عايزه. يبقى 0 1 0 1 0 1 0 1 ده اول متغير. تاني متغير اقول له عباره عن صفرين واحدين صفرين واحدين لحد ما تخلص العدد اللي انت عايزه اللي هم الثمانيه في حالتنا دي. المتغير اللي بعده يترص 4 اصفار 4 وحايد. طب لو عندي متغير كمان اقول له 8 اصفار 8 وحايد انسقهم. طيب كده يا شباب قدرنا ان احنا نرص الترو ستيبل بتاعنا بكل بساطه، والترو ستيبل ده موجود في جميع احتماليات الانبوت. ليه بقى بادئين من صفر؟ قال لك علشان قيمه صفر 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 بالباينري هي تكافئ صفر بالعشري. القيمه الرقميه بالعشري بتاعتها صفر. 001 يكافئ 1 بالعشري. بالظبط. فقلنا على طول اول رصه اللي هي 00 دي 000 هتبقى الرو 0 رو 1 لحد اخر حاجه 1 1 1 دي هتكافئ قيمه 7 لحد 7. يبقى لو عندي 8 احتماليات اللي هم قيم من 0 ل 7، لو عندي 16 احتمال هيبقى قيمهم من 0 ل 15، لو عندي 4 احتماليات قيمهم من 0 ل 3 انسون. ففرضا يا شباب ان ده كان الانبوت وده كان الاوتبوت وكان جيفن، انا ما حسبتش حاجه دلوقتي. فالاوتبوت قال لك مثلا كان في حاله ما بواحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد واحد. حضرتك يا فندم قلت لي في حاجه اسمها مين تيرم وفي حاجه اسمها ماكس تيرم. ايه المين تيرم وايه الماكس تيرم؟ سيبك من الخارج دلوقتي،
مش هنحتاجه في الشرح بتاع المين ترم والماكس ترم. ايه بقى المين ترم؟ المين ترم ده اكني بقول لحضرتك، ايه رأي حضرتك؟ انا هحب اقرا الدالة بتاعتي، عندي احد حاجتين، يا على اقراها على دايرة اند يا اقراها على دايرة اور. دايرة اند، الاند دي كانت بتطلع ايه؟ صفر 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 واحد، فبقراها في حالة وحيدة اللي هي بتطلع بواحد امتى. الاند عشان تطلع واحد يا شباب لازم الانبوت بتاعها، لو قلنا ان عندنا 3 انبوتس زي المثال بتاعنا دلوقتي، ال 3 انبوت لازم القيم بتاعتهم كلهم يبقوا بايه؟ بواحد. فقال لك بالظبط، حضرتك بتعمل تغييرات على قيم الانبوت زي ما سيادتك عايز، بحيث تخلي لي لما التغييرات دي تحصل وتخش على ان تطلع واحد. يعني ايه؟ يعني الاكس بصفر انت عايزها بواحد، فاقراها اكس داش، اقلب قيمه الاكس، مش عجباني الصفر دي عايزها واحد فاقراها اكس داش. الواي بصفر فاقراها واي داش. الزد بصفر فاقراها زد داش، وادخلهم على ان، يبقى ده هو المين ترم بتاعي بتاع الاليمنت رقم 0. طب يلا نقرا الاليمنت اللي بعده، اكس داش واي داش زد، ودخلت زد زي ما هو عشان قيمته بواحد اساسا وانا عايز اسيبه واحد، يبقى عايز اخلي القيم الانبوت كلها بواحد عشان على الاند يطلع واحد. ها المين ترم اللي بعده ده اكس داش واي زد داش، اكس داش واي زد، اللي بعده اكس واي داش زد داش، اللي بعده اكس واي داش زد، اللي بعده اكس واي زد داش، اللي بعده اكس واي زد. يبقى اقدر في اي حاله من الحالات دي اقرا المين ترم بتاعها. طب هل انا في العادي في المسائل هقراهم كلهم؟ لا، هتقرا اللي انت محتاجه فقط لا غير، وهقول لك هتعملها ازاي. اوكي طيب، ده لو انت هتقرا على دايره اند وقلت ان دي اسمها مين ترم. طب لو هتقرا على دايره اور، قال لك دايره الاور دي بتطلع صفر واحد واحد واحد، انا عايز اميز حالة وحيدة، فالحالة الوحيدة المميزة اللي هي بتطلع خارج بصفر، والقور عشان تطلع خارج بصفر لازم كل الانبوتس كلهم يا شباب يبقوا ايه؟ يبقوا صفار. يعني حاول تميك شور لما هتقرا على دايرة قور، يعني هتقرا ماكستر، كل الانبوتس يبقوا بصفار. دول بصفار اساسا يتقروا زي ما هم، اكس زائد واي زائد زد، اول اتنين بصفار والاخير اللي بواحد، فالاول اتنين يتقروا زي ما هم والاخير يتقر منفي، يبقى اكس زائد واي زائد زد داش. طب الماكس ترم اللي بعد ده اكس زائد واي داش زائد زد، ده اكس زائد واي داش زائد زد داش، لحد الاخير الماكس ترم بتاعه اكس داش زائد واي داش زائد زد داش. اصبحت برضه في اي حاله من الحالات بتوع الانبوتس كلها اقدر اقرا يا اما المين ترم بتاعي زي ما انا عايز على داله اند بحيث كل الانبوتس يبقوا بواحد، او على داله اور يبقى ماكس ترم بحيث كل الانبوتس يبقوا بايه؟ بصفار. طب حضرتك بتعمل الكلام ده ليه؟ عشان اقول لحضرتك تعالى بقى نحط المساله دي قدامنا. انا عندي تروث تيبل ما بين انبوت واوت، عايز اقرا الخارج الفانكشن اف بكام؟ تقول لي الاف بكام؟ الاف دي يا اما قيمتها بوحيد يا اما قيمتها بصفار. لو قدرت تقرا امتى الاف بواحد يبقى انت غير كده بصفر، لو قدرت تقرا امتى الاف بصفر يبقى انت غير كده بواحد. تعال اعلمك امتى الاف بوحيد، تعال نقرا الاف بوحيد امتى. عشان اقرا الاف بوحيد هقرا مين ترم، مش المين ترم ده الاند اللي كان بيطلع خارج بواحد؟ اه، فقال لك اقرا المين ترم بتاع الحالات اللي فيها الاف بواحد. هتقول لي الحاله الاولى اسمها اكس داش واي داش زد داش، الحاله اللي بعدها اسمها اكس داش واي زد، الحاله اللي بعدها اسمها اكس واي داش زد داش، اللي بعدها اللي هي رقم 6 اسمها اكس واي زد داش، اللي بعدها اكس الاخيره يعني واي زد. اقول لحضرتك الخارج بواحد امتى؟ تقول لي في الحاله رقم 0 او
الحالة رقم 3 أو الحالة رقم 4 أو الحالة رقم 6 أو الحالة رقم 7 أو يعني إيه؟ يعني أور ما بين الحالات دي كلها، ما بين قرايات المينترمات للحالات دي كلها. فحضرتك دلوقتي لو تلاحظ إيه اللي حصل، وده اللي هنمشي بيه على طول، إن لما بقرا برودكت تيرم اللي هو مين تيرم، يعني برودكت تيرم برودكت تيرم وبرودكت تيرم كمان، والأخير كمان كان برودكت تيرم، وعاوز أجمعهم مع بعض، بجمعهم بإشارة مخالفة. علشان إيه رأيك حضرتك لو قلت إكس واي إكس زد دو تو برودكت تيرمز، لو حطيت جنب جنب في النص كده ما بينهم آند، يبقى كلهم على بعض بقوا ترم واحد، ما قدرتش تفرق بينهم. علشان كده المفروض عشان تفرق بينهم لازم تحط إشارة مخالفة. أوكي؟ طيب يبقى حضرتك دلوقتي عملت إيه يا شباب؟ عملت سم، قريت سم لشوية برودكتس موجودة عند حضرتك، قريت سم اوف برودكت. سم اوف برودكت اكسبريشن دي معناها ايه؟ معناها انك بتقرا امتى الخارج اف بواحد، وتقرا الخارج اف بواحد يعني هتقرا المين ترمات في الحالات دي وتجمعهم مع بعض بقور. اوكي يا شباب، تعالى بقى اعلمك ازاي نقرا الخارج بصفار. الخارج بصفر هنا او هنا او هنا. لما كنا شغالين على الخارج اللي بصفر كنا بنقراها على دايره اور، واقول بيطلع صفر امتى؟ تقول لي لما الانبوت كله بصفار، صح؟ وكنت بقرا ماكس ترمات. فلما الخارج بصفر بنبقى احنا مهتمين بالماكس ترمات. الماكس ترم رقم واحد اللي هو عباره عن اكس زائد واي زائد زد داش، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو عبارة عن اكس زائد واي داش زائد زد. الرقم خمسة اللي هو عبارة عن اكس داش زائد واي زائد زد داش. ايه رأي حضراتكم؟ دول عندنا ده صم وصم وصم، اجمعهم بإشارة مخالفة اللي هي إشارة البرودكت. يبقى حضرتك قدرت تقرا ايه دلوقتي؟ قال لك يبقى حضرتك قدرت تقرا برودكت لشويه سامز موجوده، يبقى ده اسمه برودكت اوف سام اكسبريشن. يبقى برودكت اوف سام اكسبريشن اسهل لي، هو ممكن اقراه من المين ترم بشكل لولبي شويه ومتعب، بس اسهل لي ان انا اروح اقرا امتى الخارج اف بصفار، واقرا الماكس ترمات واجمعهم بينهم وبين بعض باشاره مخالفه اللي هي علامه الضوء. الاف اللي انت قريتها كسم اوف برودكت من شويه هي هيها بالظبط، تكافئ الاف اللي حضرتك لسه قاريها كبرودكت اوف سم دلوقتي حالا. اوكي يا شباب، اوكي. طيب عايز كمان اعرف حاجه، الخارج امتى بصفر والخارج امتى بواحد؟ لما الخارج بواحد بقول عليه ان الخارج او الدايره دلوقتي اون، ودلوقتي بجيب حاجه اسمها الاون سيت. الاون سيت معناها ايه؟ معناها امتى الاف بواحد؟ هتقول لي في الرو رقم صفر، وفي الرو رقم ثلاثه، وفي الرو رقم اربعه، والرقم سته، والرقم سبعه. حضرتك لما رحت قريتها قريتها ايه؟ قريتها من ترمات، وبعدين جمعتهم بإيه يا شباب؟ بعلامة أور، صح ولا لأ؟ فعلشان كده عاملين سيجما، سيجما علامة الأور، علامة السمشن على قيم الإنبوت إكس وواي وزد، دي المتغيرات بتاع الدخل للحالة رقم صفر، والحالة رقم ثلاثة، والرقم أربعة، والرقم ستة، والرقم سبعة. فالاون سيت بنقول اكن بالظبط المعادله اللي انا لسه كاتبها قدامك بالبوليان ده، بس بكتبها دلوقتي بمعادله رياضيه. بدل ما هجمع الترمات دي كلها هقول سمشن سيجما على المتغيرات اللي عندي اللي هي اكس واي وزد، واقول له الحالات اللي انا هقرا فيها المين تيرمز بتاعتها هي الحاله رقم 0 و3 و4 و6 و7. اوكي ده الاون سيت.
وبالمثل في حاجة اسمها الأوفست. إيه بقى الأوفست دي يا شباب؟ أكيد ما لو الأونست هي عبارة عن إمتى الخارج بواحد، الأوفست عبارة عن إمتى الخارج بصفر. طبعا الأونست اللي أنا لسه شايفه دلوقتي قريت له الـ sum of product expression اللي أنا لسه قاريه من شوية. طب إيه الأوفست؟ الأوفست ده يا شباب بنقول إمتى الخارج بصفر؟ هتقول لي في الحالة رقم واحد ورقم اتنين ورقم خمسة، وكنت بقراهم كماكس تيرم، أوكي؟ وأجمعهم بينهم وبين بعض بعلامة ضرب، بينهم وبين بعض، فقلت باي اختصار لبرودكت لما المتغيرات بتاعتي إكس وواي وزد للترم رقم واحد واتنين وخمسة، هم دول الحالات اللي أنا الخارج فيها أوف. أوكي يا شباب، يبقى ده اسمه الأوفست. يبقى لو قلت لك الأونست إمتى، تروح تقول لي ترسم التروث، تكتب التروث تيبل بتاعها وتشوف الرو رقم كام، بداية طبعا في الترتيب بتاعنا لازم أبدأ من صفر، اللي فيه الخارج بواحد، وتقول لي هم دول وحط قدامهم سيجما، الأوفست هم دول حط قدامهم باي. أوكي يا شباب، طيب جميل جدا. والثري تيرمز اللي كانوا موجودين قدامنا دول قريت لهم الماكس تيرمز وحطيت بينهم دوت، وده كان البرودكت اوف سم. السم اوف برودكت بقول عليه كانونيكال سم. لما كانونيكال معناه ايه؟ ان جميع كل الترمات قري فيها كل الفاريبلز، مفيش اختصارات حتى الان. كانونيكال برودكت معناه ايه؟ كل الترمز مقري فيهم كل الفاريبلز x y و z بدون اختصارات. يعني canonical product اكني بقول عليها canonical product of sum. canonical sum معناها canonical sum of product، هي. طيب example بنقول write the canonical sum and product for each of the following logic function. لو معايا دلوقتي كان متغير زي ما حضرتك شايف متغيرين، وقلت السيجما بتاعتي الاون السطر رقم واحد ورقم اتنين، هتعمل ايه؟ المفروض تروح تعمل كده، تقول لي انا متغيرين اتنين اكس وواي صفر واحد صفر واحد صفرين واحدين، الصف رقم واحد ورقم اتنين هو اللي الخارج بتاعه بواحد، غير كده الخارج بتاعه يبقى بصفار. حضرتك عايز تقرا ايه بقى؟ عايز تقرا الكانونيكال سم؟ اقول لك حاضر، اقرا المين تيرمز بتاعت الصف رقم واحد اللي هو اكس داش واي، والمين تيرم بتاع الصف رقم اتنين اللي هي اكس واي داش، وحط بينهم وبين بعض سم. طب عايز تقرا الكانونيكال برودكت؟ حضرتك مفيش ادنى مشكله، هتقرا هنا تقول له اكس زائد واي اللي هو الماكس تيرم بتاع الترم رقم 0 والماكس تيرم للترم الاخير اكس داش زائد واي داش، وبينهم وبين بعض علامه برودكت. اوكي طيب، لو قلنا ان السيجما هنا الانست هي رقم 1 و2 معناها برضو هياها بالظبط، ممكن اكتبها على انها الاوفست هم عباره عن 0 و3. يبقى لو كتبتها بالاونست صح، لو كتبتها بالاوفست صح، مفيش ادنى مشكله. طب تعالى ناخد السؤال رقم اتنين ده. السؤال رقم اتنين ده بنقول ان الاونست سوري الاوفست صفر وواحد واتنين، يبقى الاونست لو انا عايز اقول انا عندي تو فاريبلز، الاونست هو رقم ايه؟ رقم تلاته. اوكي طيب، ممكن حضرتك تروح تقرا الكانونيكال برودكت. ايوه الترم الاولاني يتقري A زائد B اللي هو الماكس ترم بتاع الترم الاولاني، الترم الثاني طبعا ده هيبقى A في الحاله رقم 2 وده هيبقى B، و الاوتبوت دلوقتي هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ هيبقى عباره عن صفر في الحالة الأولى، صفر في الحالة اللي بعدها، صفر في الحالة اللي بعدها، وواحد هنا. يبقى هقرا الـ 3 max terms دول
فأراها A زائد B، اللي بعدها يبقى A زائد B داش، اللي بعدها A داش زائد B، مضربين في بعض. أوكي؟ طيب تعال ناخد أمثلة تانية. المثال ده مثلا بقول لو أنا عندي product of sum، product عندي 3 variables A و B و C، يبقى 8 احتمالات قيامهم من 0 ل 7. لو ال terms 0 و1 و2 و5 كانوا off، يبقى ال onset بالظبط هي هياها، ان غير كده يبقى اون، هو الترم رقم 3 و4 و6 و7، والتو ريبريزنتيشنز دول يا شباب مكافئين لبعض تماما. تشتغل بالاون ست بقى دلوقتي او بالاوف ست، الاثنين زي بعض. مثلا مثال ده عندي تو فاريبلز والاون ست هي الايتم رقم 1 و2، معنى كده على نفس التو فاريبلز الاوف ست الايتم رقم 0 ورقم 3. اوكي اوكي جميل جدا. دلوقتي احنا اتعلمنا 5 possible representation for combination logic functions, truth table, algebraic sum of min terms, canonical sum, والmin term list باستخدام sigma notation، والalgebraic product of max terms باستخدام canonical product او product of sum، والmax term list using the product notation. تعال نعمل analysis لـ combination logic circuit. هنعمل analysis ازاي؟ هيبقى given عندنا دايرة، هقول لك ادرس لي الدايرة دي بتشتغل ازاي؟ هتطبق لي الـ inputs input input وتعرف الخارج في كل حالة ايه بالظبط. تعال نشوف الكلام. given الـ logic circuit ده دايرة، المفروض حضرتك عشان تشتغل عليها هتعمل ايه؟ هتقول لي دول 3 inputs، عايز تكون الـ truth table بتاعها x و y و z، اللي هم عبارة عن 8 احتمالات بتبدأ من 0 0 0 وبتنتهي ب 1 1 1، وعايز في كل حالة تعرف الـ f بكام، الخارج بكام. حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح تطبق 0 0 0، ده أول input. الصفر ده يروح هنا صفر، والصفر ده يجي يتقلب هنا يبقى واحد، على اور يطلع واحد اللي هو ده، وهنا ده كان صفر يعدي زي ما هو هنا اهو اللي هو ده، على اند يطلع صفر، وبعدين الصفر اللي فوق ده يجي يتنفي هنا يبقى واحد، والصفر ده يجي زي ما هو كده يعدي اهو، والصفر اللي هنا ده يجي يتنفي اهو يبقى هنا واحد. يبقى واحد وصفر وواحد على اند يطلع صفر اللي هو ده. ناخد الصفر ده مع الصفر ده على الاور اللي موجودة هنا تطلع خارج بصفر، اروح اقول له الخارج بصفر في الحالة الاولى. ايه ده؟ ده الموضوع مرهق قوي. ايوه شباب، بالنسبة لما يبقى معانا دايرة كبيرة شوية وهنطبق انبوت انبوت على الكلام ده، لا الموضوع هيبقى متعب بالنسبة لك. امال حضرتك هتقدر تعمل لها تروث تيبل ازاي؟ المفروض تروح تطبق ده كله على 8 حالات. طب لو عندي 4 انبوت يبقى على 16 حاله عشان تعرف الخارج كام. ده هيبقى المطلوب الاولاني في المساله، انك تبني التروث تيبل. بعد كده هبدا اسالك عليه اسئله كتير. حضرتك احنا ما بنشتغلش بالطريقه دي في حل المسائل، هنشتغل بطريقه لذيذه قوي هندرب عليها في السكشن بتاعنا. اوكي، هنقدر في الاخر بكل بساطه وباقل تايم وباقل ايفورت ان انا اعرف الخارج بكام في الحالات كلها 0 1 1 0 0 1 0 1، هنقدر نعرفها باذن الله. اوكي طيب، يبقى اذا دلوقتي هنقدر نوصل بطريقه مختصره هناخدها مع بعض في السكشن للتروث تيبل ده. الطريقة المختصرة بكل بساطة أقدمها لك، إن حضرتك بدل ما بتطبق الانبوت انبوت انبوت وكومباينيشن كومباينيشن على الشكل بتاعك، لا ده أنت هتبدأ تحاول تقرأ اللوجيكال اكسبريشن بتاع الفانكشن كله على بعض. يعني إيه؟ لو ده واي ودي انفرتر، دي تتقري واي داش. طب لو دي اكس ودي واي داش وده اور، ده يتقري اكس اور واي داش. طب ولو ده زد زي ما حضرتك شايف كده، يبقى ده هيتقري
اكس اور واي داش اند مع زد، واللي هنا دي اكس داش وده واي وده زد داش، يبقى ده اكس داش واي زد داش، واللي بعده يبقى عباره عن اور ما بين التو تيرمز دول. وبعد كده يا شباب حضرتك هتقدر تعمل ايه؟ هتقدر بكل بساطه تروح تقول لي سهله اكس واي زد، دول الانبوتس، رص الثمان احتماليات بتاعتهم. وبعدين هتبدأ تقول لي انا هنا انا محتاج اكس داش واي داش وزد داش، هتروح تقول لي هجيب زي اكس داش وراح اجيبها واي داش وزد داش. بعد ما جبتهم هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح تقول لي بص بقى انا محتاج الترم اللي اسمه اكس اور مع واي داش، هاخد الواي داش ده مع الاكس ده اعمل لهم اور، اجيب الترم ده، لو قلت ان الترم ده رقم واحد هجيبه هنا، وبعد كده اخد رقم واحد ده اند مع زد، يبقى هاخد رقم واحد ده اند مع زد دي، واقول ان الترم ده كله على بعضه اسمه رقم اتنين مثلا، اجيب رقم اتنين ده بكل بساطة اعرف اجيبه. بعد كده اروح اعمل الترم اللي هو رقم ثلاثة ده، تعال نعمله بالاخضر، هجيب اكس داش اللي هو ده مع واي مع زد داش، اعمل لها اند. بعد كده عشان تطلع حضرتك الاف الاورنج، الاف ده عبارة عن اتنين وتلاتة، اعمل لهم اور مع بعض، جبت الاف. بعد كده اروح احذف ده كله وسيب الاكس والواي والزد مع الاف بتاعته. هي دي الطريقة اللي احنا هنتدرب عليها ان شاء الله في السكشن بتاعنا، ونقدر نقرا بعد كده السم اوف برودكت او الاون سيت والبرودكت اوف سم والاوف سيت، ونقدر نعمل لها امبلمنتيشن زي ما احنا عايزين. بنقول مثلا دلوقتي لو احنا عندنا الشكل ده، ممكن اقول هو الشكل ده ازاي؟ باني اضرب الزد في الاكس واضرب الزد في الواي داش، يبقى عندنا الشكل ده اوكي. وبعدين واقول ان الشكل اللي كان عندي ده كله يكافئ التو ليفل اند اور سيركت دي، يبقى انا جبت لها شكل مكافئ، مفيش مشكلة. احنا كان عندنا sum of product اللي هو اللي قدرنا نحصل عليه هنا، لو عايز اجيب product of sum لنفس الشكل المكافئ ده اقدر اجيبه بكل بساطة باني اعملها، انا هعلمكم في السكشن نعملها على طول اوتوماتيك من الرسمة اسهل، بس هنا لو هنعملها بالمعادلات بكل بساطة حضرتك عايز ايه؟ عايز الشكل ده مش عاجبني كسم اوف برودكت، عايز اجيبه كبرودكت اوف سم. طيب يبقى عايز اغير شكله، اللي بغير الشكل اللي هو الداش الكبيرة، بس ما فيش داش كبير، اقول لك خلاص حط داشين، هتبقى عملت حاجة. مش انت عارف ان الاكس داشين هي هياها اكس، اكس دبل داش هي هياها اكس، نفي نفي اثبات، هتقول لي اقول لك خلاص اوكي يلا حط الداشين. وبعد ما تحط الداشين هتاخد الداش الاولاني توزعه وتسيب اللي فوق، فبقى ده اسمه اكس داش زائد زد داش مضروبة فيه، واي زائد زد داش مضروبة فيه، اكس زائد واي داش زائد زد. وبعدين بعد كده حضرتك هتروح تفك الحاجات دي، تعال نفكها، هتقول لي اكس داش اضرب اول ترمين في بعض، اكس داش واي زائد اكس داش زد داش زائد واي زد داش زائد زد داش في زد داش بزد داش، يعني زد داش مضربة في زد داش دي بزد داش، هتاخد ده كله تضربه في الترم اللي فوق ده. فتعال بقى نضرب وركز معايا في الحتة دي،
اوكي تعالى ناخد ده ونضربه في الاكس، هيبقى عندي اكس داش في واي في اكس، اكس في اكس داش بصفر طارت. طب تعالى نضربها في اللي بعدها، اكس داش في واي في واي داش، واي في واي داش بصفر. تعالى نضربها في الاخيره، ده اول ترم هيطلع لي اهو اكس داش في واي في زد. اوكي تعالى نعمل نفس الكلام هنا، اكس داش في زد داش في اكس طارت، عشان اكس في اكس داش طارت، في واي داش يبقى دي هتديني اكس داش في واي داش في زد داش، ده تاني ترم اهو، في زد هتديني زد داش في زد طارت. تعال ناخد الترم اللي بعديه، واي في زد داش في اكس ده تالت ترم اهو، في واي داش واي في واي داش طارت، في زد زد في زد داش طارت. فخلاص اخر ترم اللي هي كانت زد داش، زد داش هينضرب في اكس يديني اكس زد داش اهي، ينضرب في واي داش يديني واي داش زد داش اهي، ينضرب في زد الطير. يبقى اذا قدرت ابسط الشكل ده كله للايكويشن دي. طب وبعدين يا شباب انا عايز اجيب product of sum، هنا sum وهنا sum وهنا sum وهنا sum and so on. فبقول لك تعالى طبق الايه دي كمان، بس قبل ما نطبق ممكن ناخد عمل مشترك ونلاقي ان الكلام ده بيتحذف مع بعض. تعال نبص على العمل المشترك. العامل المشترك اللي عندنا ايه هنا؟ عبارة عن الترم ده اكس داش واي داش زد داش، والترم ده ممكن اخد واي داش زد داش عامل مشترك، يتفضل لي واحد زائد اكس داش طارت، يتفضل لي واي داش زد داش اللي هي دي. وايه كمان؟ تعال نبص على التو تيرم، على التو تيرمز دول. من هنا ممكن اخد اكس زد داش عامل مشترك، يتفضل لي واي زائد واحد، واحد اور مع اي حاجه بواحد، يبقى يتفضل لي الترم اللي اسمه اكس زد داش. طبعا الترم الاولاني ده احنا ما جيناش ناحيته. اوكي تعالى بقى نوزع النفي ده، يبقى ده عبارة عن x زائد y داش زائد z مضروبة فيه x داش زائد z مضروبة فيه y زائد z، يبقى ده product of sum. اوكي يا شباب يبقى لو معايا sum of product اقدر اوصل لل product of sum، لو معايا product of sum اقدر اوصل لل sum of product بكل بساطة، بإني بوزع الداشات. لو مفيش حط الداشين ووزع براحتك. أصبح الشكل المكافئ ك product of sum هو الشكل اللي قدامك ده، هو اللي يكافئ اللي قبله بالظبط اللي عندنا. طيب تعال ناخد بقى مسألة ديزاين. الديزاين بنقول بيبقى فيه description، عايز أعمل logic circuit، بنروح نجيب ال truth table بتاعها من description ده، وبعد كده نجيب ال logical expression ونعمل لها simplification، وبعد كده نرسم الرسمة بتاعتها. طيب مثلا مثال، المثال ده بنقول عليه ايه؟ given ان انا عندي 4 input combination، 4 input يبقى عدد الاحتماليات 2 اس 4 يعني 16 احتمال. لما تروح تعمل truth table بتاعك مثلا هتقول w x y z، ترص 16 احتمال 0 1 0 1 0 1 0 1 لحد ما 16 يخلصوا، 0 1 لحد ما 16 يخلصوا، 4 اصفار 4 وحايد، 4 اصفار 4 وحايد، 8 اصفار 8 وحايد. طيب عايز اطلع خارج، يبقى عندنا فانكشن واحده اطلع خارج بواحد لو الانبوت القيمه بتاعته كانت احد القيم دي، يا 1 2 يا 3 يا 5 يا 7 يا 11 يا 13، اذروايز اطلع خارج الصفر. يبقى خطوه رقم واحد حضرتك تعمل التروث تيبل،
ودي سهلة بقى. الايتم رقم صفر مش موجود هنا، هيبقى تبع الاذر وايز، طلع زيرو. الايتم رقم واحد طلع واحد، الايتم رقم اتنين طلع واحد، الايتم رقم تلاتة طلع واحد، رقم اربعة تبع الاذر وايز طلع صفر، رقم خمسة طلع واحد، ستة اذر وايز طلع صفر، and so on لحد ما تخلص لحد 15. وبعد كده تبدأ تقرأ الاون سيت او الاوف سيت زي ما حضرتك عايز، وتجيب الرسمة بتاعتك. فلو هقرا الاون سيت، الاون سيت رقم واحد اهو، رقم اتنين ده، تلاتة ده، and so on لحد الاون سيت رقم 13. بعد ما تقراهم كسم اوف برودكت او كبرودكت اوف سم، الابسط انك تقراها كسم اوف برودكت، ممكن حضرتك تلاقي ان في بعض الاختصارات زي اللي حضرتك هتشوفها كمان شويه، وتختصر الاختصارات بتاعتك، تجيب ابسط شكل وتروح تعمل لها امبلمنتيشن للمساله بتاعتك. طيب الامبلمنتيشن يا شباب، لو انا عندي سم اوف برودكت وعايز احول شكلها بشكل اخر، اقول له سهله، انا عندي ده كله اند وده اور، يبقى ده سم اوف برودكت. ممكن حضرتك تحط هنا انفرتر وانفرتر في النص، نفي نفي اثبات، يبقى حضرتك ما عملتش حاجه. وانفرتر وانفرتر في النص ما فيهاش مشكله، ما عملتش حاجه. انفرتر وانفرتر في النص، يبقى انت ما عملتش حاجه. وتاخد الانفرتر ده هنا يبقى ده ناند، وتاخد الانفرتر ده هنا يبقى ده ناند، وتاخد الانفرتر ده هنا يبقى ده ناند، وتروح هنا تجيب دي مورجان. دي مورجان لها عباره عن بدل ما هي اور تبقى اند، ان في الدخل اهو اهو اهو، وان في الخارج. لو تلاحظ النفي ده هيروح على النفي ده، نفي النفي اثبات، النفي ده وده هي هيتيار بعض، نفي النفي اثبات، النفي ده وده هيتيار بعض، نفي النفي اثبات. بقى الشكل بتاعي اللي موجود دلوقتي عباره عن ناند ناند ناند، احط بس الانفرتر بتاعتهم، واصله على ناند كمان. قدرت ان انا اجيب ناند تو ليفل ناند امبلمنتيشن بالشكل بتاعي. وليه ناند امبلمنتيشن؟ علشان ده اللي موجود في السوق وده اسرع في التنفيذ. قدرت ان انا اجيب الناند امبلمنتيشن للشكل بتاعي، بدل ما هي دي ناند ودي ناند ودي ناند، ودي بدي مورجان اقلبها بناند بكل بساطه. او لو هي برودكت اوف سام اقدر اجيب النور امبلمنتيشن بتاعتها. اوكي، يبقى لو هي برودكت اوف سام اقدر اجيب النور امبلمنتيشن. ممكن تشوفها في المرجع صفحه 216، هنتدرب عليها في السكشن ما تقلقوش. وممكن كمان ان انا اقدر اعمل مينيمايزيشن. مينيمايزيشن هناخد مثال بسيط قوي دلوقتي، ان انا اعمل مينيمايزيشن باستخدام شويه الرولز اللي شرحناهم في الاول بتاع بولين الجبرا، ومش هنتطرق ليها تاني علشان في طريقه تانيه اسهل هناخدها باذن الله المحاضره الجايه، اسمها كارنوت ماب. بيها بقدر اطلع المينيمال فورم لاي لوجيك فانكشن او اي لوجيك اكسبريشن بكل بساطه بشكل جرافيكال لذيذ. طيب هناخد دلوقتي اللي هي الالجبريك ميثود. مميزاتها انك مش محتاج انك تعرف طريقه ما، هي شويه الرولز الاول كده. عيبها انك مش عارف انك وصلت للشكل مينيمال امتى، مش عارف، فانت نصيبك بقى على حسب الخبره. انما بكارنوت ماب لما هتمشي على الرولز اللي انا هقول عليها باذن الله هتقدر توصل للشكل المينيمال لاي لوجيك فانكشن او اي لوجيك اكسبريشن. فبنقول مثلا الرولز بتاعتي هنا ان انا بقول لو معايا برودكت تير مثلا اكس مضروب في واي زائد الاكس ده هو هو مضروب في واي داش، سواء ده برودكت تيرم يتكون من تيرم واحد او فاريبل واحد او اكتر، هقول ممكن اخد البرودكت تيرم ده عامل مشترك، يتفضل لي واي زائد واي داش يطيروا مع بعض، يعني يتفضل لي اكس. يعني شوية رولز بسيطة قوي حضرتك ممكن تطبقها من الرولز السابقة اللي قبل كده، وبيها تعمل اختصارات، وده برضه ممكن حضرتك تثبته مفيش أدنى مشكلة. تعالى بقى نحاول نطبق الكلام ده على المثال اللي كان عندنا أهو.
بنقول ان الترم ده والترم ده في ايه عامل مشترك؟ في ان 3 داش ان 2 داش ان 0 داش ايه سوري ان 0 خدها معاهم مشترك، اتفضل لي ان 1 داش اور ان 1 ده يطيروا مع بعض. واللي بالاورنج التو تيرمز دول في ايه فيهم عامل مشترك اللي هو ان 3 داش ان 2 مضروبه في ان 0 يتفضل لي ان 1 داش اور ان 1 دي يطيروا مع بعض. فيتفضل لي الشكل ده، ونقول مثلا الشكل ده هو ابسط من الشكل اللي قبل كده، بس انا برضو انا ما اقدرش اجزم ان هو مينيمال فورم ولا لا، عشان كده باذن الله هنشتغل بعد كده على الكارنت ماب بتاعتنا. زي ما انا قلت لك ما اقدرش اجزم، فطلع فيه ايه؟ طلع فيه كمان ريدكشن اللي بالبلو ده اللي بالبيبي بلو ان 3 داش مضروبه في ان 0 واخده عامل مشترك، يتفضل لي ان 2 داش اور ان 2 يطيروا مع بعض. فاصبح الشكل الاخير اللي عندي اللي هو اللي موجود تحت ده، وده عباره عن المينيمال فورم بتاعنا. بعد كده باذن الله هنتطرق له المحاضره الجايه الكارنت مابس باستخدام اشكال لذيذه زي كده، سواء انك عندك 2 variables او 3 variables او 4 variables، بيها بقدر اعمل مينيمايزيشن واجيب المينيمال فورم لاي بوليان اكسبريشن عندي. اوكي يا شباب، دي كده نهايه محاضرتي الاسبوع ده. شكرا جزيلا لحضراتكم، وهسجل لكم برضو فيديو للسكشن بتاعنا. شكرا جزيلا. انا بس حابب انوه ان محاضرتنا هتبقى في ميعادها عادي خالص يوم الخميس. هقابلكم نتناقش اللي عنده اي اسئله عن الجزء اللي انا شرحته في الفيديو بتاع النهارده، هقابلكم نتناقش لو عايزين اي استفسارات اجيب لكم عليه. شكرا جزيلا يا شباب.